يا اهلا مرحبا فيكم من خلال برنامجكم برنامج مساء الخير كويت، وهذه المحطة الحوارية الأولى ولقاء جمعنا بكل من الأستاذة شريفة الفريح مدير دائرة التقنية وطبعا ورئيسة لجنة منظمة ورشة التواصل العلمي المركز الوطني للمعلومات العلمية والتكنولوجيا معهد الكويت، وأيضا الأستاذة سهام السالم رئيس فريق برنامج النشر العلمي وعضو اللجنة المنظمة للورشة. حياكم الله معنا ومساء المبارك وشكرا على قبول هذه الدعوة في هذا البرنامج. مساء الخير وحياكم الله في مساء الخير يا كويت. أكيد راح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع ولكن من بعد هذا التقرير. مرحبا فيكم من خلال هذا البرنامج برنامج مساء الخير كويت، ونرحب طبعا بضيوفنا الأستاذة شريفة وأيضا الأستاذة سهام، ونبدأ طبعا مع زميلة فاطمة. حياك الله أستاذة سهام معنا. يا ريت لو تعطينا نبذة تعريفية عن دائرة الخدمات التقنية التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية. أول شيء أحب أشكركم على هذه الدعوة بالنيابة عن فريق العمل عندنا لجنة تنظيمية. أول شيء الدائرة هذه هي جزء من مركز الوطني للمعلومات العلمية والتكنولوجية اللي هو تابع المعهد الأبحاث. هو الهدف الرئيسي من إنشائه هو خدمة باحثين المعهد في عمل الأبحاث العلمية اللازمة. طبعا إحنا دورنا إن إحنا نوفر لهم المعلومات اللازمة اللي يحتاجونها. أول شيء إحنا نعرف شنو النيدز مالتهم، شنو احتياجاتهم، شنو السبجكت اللي هم شغالين فيها، وبالتالي إحنا نطلب المصادر من مجلات أو كتب أو قواعد بيانات اللي تخدم هذا الهدف، بالإضافة طبعا لنشر الوعي أو نعطي الدورات التدريبية على هذه الريسورسز وهذه المصادر. أستاذ سهام حياك الله في برنامج مساء الخير الكويت مرة ثانية من خلال هذا البرنامج وطرح هذه المواضيع. الورشة شو المواضيع إن شاء الله اللي راح تطرح بإذن الله؟ بإذن الله الورشة راح تناقش عدة مواضيع تتعلق بالنشر والتواصل العلمي، مثل مواجهة التحديات النشر في المجلات العلمية المحكمة اللي لها تصنيف عالمي مرتفع. أيضا راح تناقش الورشة حقوق الملكية الفكرية والحقوق النشر اللي هي الانتلكتوال بروبرتي والكوبي رايت، وراح تناقش إنشاء المستودعات الرقمية لحفظ الإنتاج العلمي، وراح تناقش أهمية النشر في المجلات العلمية المتاحة اللي هي الأوبن أكسس. أيضا راح تناقش خطوات إنشاء مجلة دورية علمية محكمة ذات تصنيف عالمي مرتفع. ما شاء الله تبارك الله. أستاذة شريفة، أنتم بصدد إنشاء اللي هي الورشة الخاصة بالنشر والتواصل العلمي، يا ريت لو تكلمينا أكثر عن الهدف من هذه الورش. طبعا إحنا مثل ما قلت حق حضرتك من شوية، إحنا دائرة تهتم بالتواصل مع الباحثين، وبالتالي إحنا دائما نكون نعطيهم الوعي عن شنو عندنا وشنو المستحدثات أو التوجهات العالمية في مجال المعلومات، وبالتالي هدفنا هو توعيتهم. فالحين الباحثين محتاجين يعرفون شنو المراجع أو شنو المصادر اللي محتاجين إن هم ينشرون فيها، وبالتالي هذه الورشة هدفها إن إحنا نوعيهم عن التصنيفات العالمية لهذه المجلات وطريقة النشر فيها، شنو المعوقات اللي ممكن إن هي تواجههم وشلون نتغلب عليها، بالإضافة لمواضيع ثانية يعني مثل ما تفضلت الأخت سهام الحقوق الملكية الفكرية أو أي شيء حق المؤلف أو حق الباحث. كل هذه المواضيع إن شاء الله راح نتطرق لها في الورشة. يعني هذه الورشة ما شاء الله تبارك الله ورشة علمية بامتياز وتحمل عنوان النشر والتواصل العلمي، وأكيد اللي يشاركون فيها أهل اختصاص، ودي أتكلم عن المشاركين في هذه الورشة. نعم، بالنسبة حق المشاركين في هذه الورشة، أول شيء بس أحب أقول إن اسم الورشة التواصل العلمي scholarly communication. المشاركين اللي راح يكونون طبعا الأخصائيين اللي مهتمين بالنشر العلمي في معهد الكويت للأبحاث العلمية، أيضا راح يشاركون دكاترة باحثين من معهد الكويت للأبحاث العلمية، وعلى مستوى دولة الكويت راح يشاركون دكاترة من جامعة الكويت، من مركز صباح الأحمد الموهبة والإبداع، من المكتبة الوطنية مكتبة الكويت الوطنية. على الصعيد الخليجي راح يشاركون معنا بروفيسورة من جامعة الملك سعود، وراح يشارك معنا في من مكتبة قطر الوطنية، وأيضا راح يشارك على الصعيد العربي من قسم المستودعات الرقمية في جامعة إسكندرية. أستاذة شريفة، تفضلت الأخت سهام وقالت لنا أن
منو اللي راح يشارك معهم في الورشة، ولكن شلون طريقة التسجيل؟ أول شيء طبعا التسجيل مفتوح، نعم. مجرد ما يدشون على الصفحة الرسمية للمعهد في موجود إعلان عن الورشة وفي لينك، بس يسجلون من خلال هذا اللينك. وطبعا التسجيل مجاني، لأن مثل ما أنت عارفة هي مو هدف ربحي ولا شيء، هذه هدفها للتوعية، والناس اللي راح يجون يعني متخصصين في هذا نعم المجال. هذا بالنسبة للمشاركة ولا الحضور؟ بالنسبة للمشاركة، نعم. يعني إذا مثلا في باحثين أو في دكاترة أو حتى أي واحد مهتم في المجال هذا، أو حتى في مراكز المعلومات ومثلا مهتم بهذا الموضوع يقدر يشارك. نعم أستاذة سيام، من خلال الحديث الأستاذة شريفة يعني عن هذه الورشة والتسجيل والحضور إن شاء الله مجاني، بتكلم عن العقاد إن شاء الله. أنا قلت لك إنه يوم الخميس قبل الاستديو بإذن الله، بنذكر المكان والوقت بإذن الله. راح يكون يوم الخميس القادم تاريخ 16 فبراير، راح يكون في المقر الرئيسي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية بشويخ، وإن شاء الله راح نبدي الساعة 9 لغاية الساعة 3 بإذن الله. ما شاء الله تبارك الله. وعلى فكرة في معرض مصاحب للورشة راح يكون. يعني أنتم نشيطين ما شاء الله معهد الكويت، بعد إذن زميلتنا فاطمة معهد الكويت للأبحاث العلمية قبل شوي قاعد نتكلم أنا وزميل فاطمة خارج الاستوديو، قاعد يقول نشاطاتكم معهد الكويت للأبحاث العلمية ما أدري هل هي تكون بشهر واحد اثنين ولا مفتوحة على طوال العام، نشيطين ما شاء الله تبارك الله. طول السنة. هذا نشاط يحسب لكم. في ورشة الحين شغالة يمكن قبل، نعم. وكان في ورشة طول السنة تقريبا. نعم. ما شاء الله تبارك الله. أستاذة شريفة، يا ريت تكلمينا عن المشاريع الجاية. بالنسبة حق المركز الوطني، يعني مركز المعلومات، بصراحة في وايد مشاريع. مثل ما أنتم عارفين إحنا نتعامل مع علماء المجتمع، فبالتالي إحنا لازم نخليهم على دائما على علم شنو الجديد. فمثلا في مجال الانفورميشن ومراكز المعلومات، احدث شيء الحين التوجه الوصول للمعلومات اكثر، المعلومات بكميه كبيره وفي وقت اقل وبتكلفه اقل، هذا التوجه الحين في مراكز المعلومات العالميه. عشان كذي في شيء اسمه اوبن اكسس، اللي هي المصادر المتاحه مجانا. في الحين مثلا بالنسبه عندنا، احنا عندنا مشروع مثلا تعاون بين جامعة الكويت والتطبيقي وبعض الجهات الأكاديمية في توحيد الاشتراكات، بحيث أن يكون يعني نتعاون في اشتراكات المصادر المعلومات، وبالتالي هذا يقلل التكلفة ويفتح مجال أكثر لمصادر المعلومات. الله يعطيكم الصحة والعافية، كل الشكر تقدير للأستاذة شريفة، أيضا الشكر موصول للأستاذة سهام. ونحن متواصلين معكم من خلال برنامجكم برنامج مساء الخير كويت، وهناك منصة أخرى منصات هذا البرنامج وخارج